السلام عليكم. فيديو عن بر الوالدين. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا سارة. ممكن أروح عن ستة؟ آه يا سارة، بس مشتي شعراتك وروح أعمل الصالون. ماشي. صباح الخير يا بابا. صباح الورد والياسمين يا سارة. أتي بالصالون عشان نروح عند ستة محمود. لينا لينا تاكل ماما. خلاص انا جاي. لينا تاكل ماما بسرعة. ماشي انا جاي. لينا تسمع كلام ماما وترد عليها. صح كلامك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. خلاص نروح كلمة وأرد عليها.